بعد تسجيل انخفاض عدد إصابات كورونا عالميا وبدء العديد من الدول بتخفيف إجراءات الحظر، قامت جامعة حلب في المناطق المحررة بإنهاء نظام التعليم عن بعد، وأعلنت عودة الدوام الجامعي إلى قاعات كلياتها ومعاهدها مع تطبيق الإجراءات الوقائية من الفيروس. التقرير التالي ومن ثم نناقش الموضوع. مع اتجاه العالم نحو تخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، قررت إدارة جامعة حلب استئناف الدوام في جميع كلياتها ومعاهدها داخل الغرف الصفية والأبنية. بدأنا الدوام في كلية الطب وفي باقي كليات في جامعة حلب بعد قرار مجلس الجامعة باستئناف الدوام النظري والعملي، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل هذه الجائحة التي أدت إلى إيقاف العمل والدوام في معظم دول العالم. نحن في جامعة حلب بدأنا وفي كلية الطب خاصة لاستكمال كل النقص الذي حدث بالدوام النظري والعملي، وخاصة عمل استكمال كل الجلسات العملية لإجراء الامتحانات إن شاء الله في نهاية هذا الشهر. استئناف الدوام أثار مخاوف الطلبة وأهليهم، إلا أن إدارة الجامعة أخذت عدداً من الخطوات الوقائية بداية من قيام حراس المباني بتعقيم أيدي الطلاب وتوزيع الكمامات عليهم وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي في القاعات. طبعاً بعد انقطاع ما يقارب شهرين ونص عن الدوام في الجامعة بسبب أزمة كورونا، لأنه الحمد لله حالياً ما ظهرت أي حالة في المناطق المحررة في شمال غرب سوريا، رجعنا نداوم مع إجراءات تم اتخاذها من قبل الجامعة مشكورة، وهي أنه عم يوزع الحرس كمامات على الباب، بالإضافة لأنه عم يعقم لنا أيدينا قبل الدخول للجامعة. العودة التدريجية إلى صفوف الدراسة بحسب الجامعة تأتي لتدارك النقص الذي عانى منه الطلاب خلال الفترة الماضية، والذي بات يشكل تحدياً جديداً أمام الطواقم التدريسية والطلاب على حد سواء، حيث وضعهم في صراع مع الوقت باستكمال المواد النظرية والورش العملية خلال شهر واحد فقط. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا أسامة الصاري، وهو طالب إعلام في جامعة حلب، وبشير جمال الدين، مسؤول العلاقات العامة في اتحاد الطلبة السوريين. مرحبا لك إليكما. أهلا بكما. البداية لك بشير، يعني خلينا نعرف كيف رجع الدوام، شو الفرق اللي صار، يعني كيف تقبل الناس لهذا الموضوع؟ أهلا وسهلا فيكم، رحب فيكم بضيفنا أسامة أيضا. بطبيعة الحال في المناطق المحررة بحكم عدم وجود تشخيص إيجابي لأي من حالات كورونا، فما في هذا التخوف الكبير مثل ببقية المناطق أو بقية الدول، فما في هذا التخوف الكثير كبير عند الطلاب بحكم أنه ما في تجربة يعني قريبة منهم في الإصابات وفي حالات الوفاة وما إلى هنالك. لكن في تعامل يعني كان شبه جدي من الجهات يعني في الجامعة، مثلا صار في تعطيل الدوام الفيزيائي واستعاضوا عنه في الدوام الأونلاين، وإن كان الدوام الأونلاين ما هو ما يبقى الحقيقة للمستوى المطلوب، لأنه إذا نتحدث عن هذا الأمر كانت مثلا المحاضرات هي عبارة عن ترفيع فيديوهات على يوتيوب والطلاب يشوفوهم، وبالتالي ما كانت عملية تعليم تفاعلي مثلا، وأيضا في مشكلة بالإنترنت يعني بشير. بطبيعة الحال نعم، نعم هذا نابع هو من ظرف انه ما في امكانيه انه يكون كل الطلاب عندهم انترنت بنفس الوقت مع الدكتور ليقدر يعمل محاضره اونلاين تفاعليه، لكن بطبيعه الحال هذا كان له اثر سلبي شوي على سير العمليه التعليميه اللي هي عن طريق الانترنت. ممتاز. بكل الطلاب يعني مرتاحين اكثر لموضوع عوده الدوام الفيزيائي، لانه ايضا في عندنا طلاب اللي هم طلاب العلوم التطبيقيه اذا صح التعبير، في عندهم عملي كثير بالضبط، في عملي، في مخابر، في طلاب الكيمياء، في طلاب المعلوماتيه، ففي لابد من حضور فيزيائي، هو شيء اساسي عندهم. طيب خلينا ننتقل لبشير، يعني لا اسامه عفوا، هل في اختصار او تكثيف للمواد، خصوصا انه كثير من الوقت ضاع على الطلاب، يعني هل في تغيير بالمناهج بشكل عام؟ يبدو انه اسامه في مشكلة بالاتصال معه. بنرجع لك بشير، يعني بنرجع بنسألك نفس السؤال، في تغيير شيء بالمناهج؟ هل تم اختصارها مثلا؟ تمام. هلا اختصار بمعنى اختصار احترافي للمناهج، يعني انه صار عملية تكثيف للمنهاج؟ لا مش هيك، لكن اللي حصل انه في بعض الدكاترة اللي كان المنهاج تبعهم يحتاج مثلا عمليات شرح وتفاعل كثير كبير، ممكن يعني تم الغاء بعض الدروس وتأجيلها الى يعني فصول قادمة
بترتيب معين بحيث انه يتم تجاوزها حتى كمان الطلاب ما يخسروا درجات فيها. فكان في شوي من قبل الكادر التدريسي في تسهيلات. هذا خلينا نشوف اذا اسامه رجع معنا على الخط. اسامه عم تسمعنا؟ يمكن عم نحاول نرجع نتصل فيك، ممكن ترجع هيك تزودنا بالمعلومات اللي عندك اياها. خلينا نتابع معك اذا بشير. اذا نحكي هلا كمان عن فتره الامتحانات، كلنا بنعرف انه هلا بلشت الجامعات امتحاناتها، شو اللي فرق عليكم اليوم؟ رح تقدموا الامتحانات بالجامعات ام رح يتم تقديمها عن بعد للناس اللي بتقدر تقدم عن بعد؟ تمام. هلا نحن حاليا بفتره الامتحانات العملي في جامعه حلب. الامتحانات العملية هي عبارة عن إما بتكون مشاريع بتتقدم أو بتكون عبارة عن مذاكرات، يعني اختبار بيكون عليه جزء من الإجمالي العلامات. في جامعات، في كليات هيك ضمن الجامعة، وهذا ما هو يعني ما مسبب أي إشكال. بالعكس، طالما أنه الدوام هو حاليا دوام فيزيائي رجع تقريبا من بداية واحد الشهر، من 31/5 واحد شهر تقريبا بدا الدوام يرجع بشكل فيزيائي للجامعه، والمذاكرات العمليه عم تتقدم فيزيائيا. يعني هلا في بعض الفروع الدوام فيها اختياري مش اجباري. ما فينا نقول هيك لا، لكن هو اصلا بطبيعه الحال في كليات انهت المقررات اللي عندها ودخلت بفتره الاسبوع العطلي، لانه تقريبا من 21 الشهر السادس، يعني بعد 10 ايام من الان او هيك شيء تقريبا، رح تبدا الامتحانات النظريه. وبالتالي في ناس يعني هلا بدات العطله تبعها تحضيرا للامتحانات. هلا انه الدوام صار انه يعني انه ما انه الزامي، ايه خلينا نقول في مراعاه، لكن ما انه الدوام ما الزامي. يعني طيب شو 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 وضع الاجراءات الوقائيه اللي عم تطبقها الجامعه والتباعد الاجتماعي؟ طيب هلا بطبيعه الحال ايضا بالجامعه بحكم التباعد، نحن عارفين الجامعه مرت بمشاكل عديده وتم نقل الكليات ومقراتها من مكان الى مكان، من الاتارب الى ريف حلب الشمالي وكذا. فبطبيعه الحال في طلاب صعب انهم يداوموا دائما، فما في كثافه كثير كبيره بالعدد بالاصل. حتى قبل كورونا بالاصل ما في كثافه بالعدد، يعني بتصير عمليه الدوام تناوبيه اكثر ما تكون حضور دائم من كل الطلاب. يعني احيانا الطالب عم يضطر يحضر فقط الحد الادنى من المحاضرات حتى ما يعني حتى يسمح له يدخل على الامتحان، لانه في عنده سفر دائما كل يوم ساعتين او ساعتين ونص سفر، واللي ما بيقدر يامن مكان السكن وكذا. معروف هذا الشيء، اظن حكينا عنه في حلقات سابقه عن هي الاشكاليه. ايه هلا فما في كثافه كثير كبيره الاجراءات، بس الناس بشكل عام عم بصير عمليه تعقيم اثناء الدخول. يعني معهم في التزام، بس الناس بشكل عام هي مانا خايفه، رجعت للدوام بشكل طبيعي، لانه مثل ما ذكرت بالبدايه انه المنطقه عموما لم تشهد الى الان اصابات. بالضبط، هذا اللي صاير، انه في حاله اطمئنان تجاه العوده، وحتى في حاله اريحيه نفسيه من الطلاب انه بدهم يرجعوا للدوام حتى يعيشوا جو العمليه التعليميه. يعني اصلا هي فيها اشكاليه. يعني ممتاز، يعني عدد الطلاب اللي رجعوا للدوام عدد مقبول، او فينا نقول اغلبيتهم رجعوا. يلي عم يقدر يرجع بالاصل وما كان عنده اشكاليه ما قبل كورونا، ايه رجع للدوام. حلو كثير. بدنا نعتذر من اسامه الصاري، هو طالب اعلام بجامعه حلب كان لازم يكون معنا، بس يبدو انه في سوء بالاتصال. بشير جمال الدين، مسؤول علاقات العامه باتحاد الطلبه السوريين، شكرا جزيلا لك على كل هالمعلومات اللي زودتنا فيها. شكرا لك وكل التوفيق، وشكر موصول لكل اللي كانوا معنا بحلقه اليوم. بذكركم انه بتقدروا تزوروا موقعنا على الانترنت سوريا.tv، وعلى منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام. الى اللقاء.